قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الاختبار الذي اختبرتموه هو فقط يعني شيء سريع حتى نقيس، مجرد أن أنت عندك بعض الإلمام ولا لا، ولا الاختبار لن يكون هكذا، لكن الاختبار فقط لمساعدتك على الاستذكار والاستيعاب يعني. كله سلم الورق. طيب، صواب ما أقوله أم خطأ؟ يجوز الاستجمار بكل عظم ظاهر؟ طبعا خطأ. تنقض المرأة شعرها في غسل الجنابة ولا تنقضه في غسل الحيض؟ خطأ. لا يجوز للحائض والجنب مس المصحف بدون حائل؟ صحيح، الحديث أبي بكر بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر. إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما؟ صحيح. لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له يا غبار؟ خطأ. أن التيمم بكل ما صح من وجه الأرض. الحيض يمنع سنة الطلاق والاعتداد بالأشهر؟ صحيح. لا تحصل طهارة الحدث بمائع غير الماء، وأما النجاسات فالراجح إزالتها بكل مائع طاهر. صواب. كيف يكون خطأ؟ قل لا تحصل طهارة الحدث بمائع يعني بسائل، والناس هو يعني بمائع يعني غير الماء صحيح، وأما النجاسات فالراجح إزالتها بكل مائع طاهر. صحيح، لأن المقصود من النجاسة هو إزالتها، فإذا زالت بأي مزيل كان زال، حتى لو زالت بنفسها زالت، طالما ذهب يعني صفاتها من اللون أو الطعم أو رائحة. لكن الحدث يرفع التيمم؟ ما هو إحنا بنقول بمائع، قيدنا العبارة بمائع، بيقول لا تحصل طهارة حدث بمائع، يعني ممكن توضى مثلا بالعصير، مثلا توضى بأي شيء غير الماء؟ لا، بمائع يعني سائل، طالما سائل يبقى لابد يكون ماء. مش عارف انا كيف انا لفت عليك مين. كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. خطأ طبعا. التيمم رافع للحدث، لا يبطل بخروج الوقت ولا يجب اعادته ما لم يحدث، ويصلي بما شاء فرض ونفل. صحيح، على قول المذهب خطأ، لكن الصواب بأنه صحيح، ولذلك يعني الصواب هو الإجابة يعني الصحيحة. يجوز طلاق المرأة في حيضها ولا يجوز طلاقها في الحمل. كل طاهر في نفسه مطهر لغيره. لا إله إلا الله. خلي ما حدش يتكلم صح خطأ، خلينا أنا أجاوب وأنت خلي إجابتك لنفسك، بارك الله فيك. إحنا نسمع صح خطأ صح، اللهم المستعان. كل طرف نفسه مطالب غير صحيح. كل طاهر في نفسه من اللي عمل صواب ومن اللي عمل خطأ؟ اللي عمل صواب يرفع يده. صواب. كل طاهر في نفسه مطهر للغير. بالضبط، العبارة خاطئة، هو كل طهور، لأن هو كل طاهر في نفسه. طب ما هو الأشياء فيها أشياء كثيرة طاهرة، هو بالضبط، ولا يعني وليس والماء العصير والماء كله، هو كل طاهر في نفسه. خطأ، العبارة خاطئة وليست صحيحة. الطهارة الحكمية الوضوء، الطهارة الحكمية الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم. خطأ، لأن الطهارة الوضوء غسل الجنابة طهارة إيه؟
حقيقية وليست حكمية. التيمم هو اللي طلع حكم، بس هو العبارة لما يكون فيها مزدوجة احيانا يكون جزء من العبارة صحيح وجزء فيها خطأ، يبقى يحكم على العبارة يعني كلها بالخطأ. نحن هنجد ان شاء الله اشياء كثيرة. تغسل نجاسة الخنزير سبعا احدهن بالتراب، صح خطأ؟ الكلب، الكلب، واتفقنا ان الخنزير كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وخص النبي عليه الصلاة والسلام نجاسة الكلب بالسبع، ولم يذكر شيئا عن الخنزير مع انه كان موجودا في عهد عليه الصلاة والسلام. صوف الميتة، صوف الميتة وشعرها طاهر، صحيح انما حوم من الميتة اكلوها. ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة، غلط. السمك فيش حاجة، والجراد هذه طبعا انت هو العبارات كانت تحتاج منك الى ايه؟ هو الامتحان الصواب والخطأ ده انت ممكن تستسهله، لكن انت ممكن، ولكن يعني هو يحتاج منك الى نوع من الدقة ونوع من النظر والتأمل في بعض العبارات، فيه كانت تحتاج الى تأمل. فلذلك بعض الناس يقول والله هذا سهل جدا جدا، مثلا هو ممكن يعني نصف الدرجة، لو حصل نصف الدرجة يعني يكون جيدا. مثل هذه الاختبارات تحتاج الى نوع من الفهم، بقى هو اللي هيظهر في مثل هذه الاشياء. اخر السنة بقى تصف الله، نعم اخر السنة تصف الله ان شاء الله. نعم الأخيرة تشبه ميتة كل ما لا دم له سائل، ميتة ما لا دم له سائل ليست نجسة، ما هو الجراد ما هو ميتة ليس له دم، والحشرات ليست نجسة. ما لا نفس له سائلة يعني خلال يعني يقصد به الحشرات، لا مش الدم، ما أقول لك ما نفس الأسئلة يعني دم الدماء. نعم. انا انت يا بتحضر معنا ولا بتحضر معنا؟ طيب احنا بننبه على الراجح من غير راجح. لا انت مطالب بما سمعته، انت مطالب بما سمعته، يعني لذلك الذي لا يحضر ممكن يجيب على كتاب، ممكن يحل هذا اغلب الامتحان خطا، لانه في مسائل كثيره يعني ليست راجح، نحن ننبه فيها على الراجح من غيره. نعم تفضل. يعني واحده حائط وجوزها طلقها ثلاث مرات، ما تبقاش مطلقه؟ هذه مساله اخرى، لان هو طبعا اوقع طلاقا بدعيا، خلينا في بعد الدرس يعني عشان ده موضوع اخر، لكن هو اوقع طلاقا بدعيا، لكن يقع طلاق، يقع جموع العلماء على ان الطلاق يقع طلقه واحده، لان طلاق الثلاث في مجلس واحد يعني يقع طلقه واحده على الراجح من اقوال اهل العلم، الجمهور يرى على انه يقع. هنا لا يجوز طلاق واحده. نعم مش طبعا احنا قلنا انه طلاق بدعي، طلاق بدعي يعني اثم صاحبه، يعني طلاق البدعة ليس لي طلاق السنة آسم، من أوقع الطلاق في مثل هذا آسم. بس يقع الطلاق. أنا قلت لك الطلاق على أقل جموع أهل العلم، أنا أرجو أن أنت لما يعني لا تستوعبني في الدرس، يعني السؤال خارج الدرس خليه هذا، أنا قلت لك قول جموع أهل العلم يقع الطلاق. مسألة فيها يعني فيها خلاف، لكن هذا قول الجماهير من أهل العلم. نعم الله يبارك تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. إلا الحائض.
فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الكتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابة، وهو من المصادر السيالة، والمصدر السيال كما ذكرنا قبلا هو المصدر الذي يأتي شيئا فشيئا، لأنه هو يجمع لك المسائل. والكتاب عندما يكتب لا يكتب مرة واحدة، وإنما يكتب شيئا بعد شيء، ولذلك هذا يسمى من المصادر السيالة، ومادته تدل على الجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة للاجتماع يعني أفرادها. والصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي وضع لهم، فالصلاة لغة بمعنى الدعاء. ومعنى الصلاة شرعا فهي التعبد لله سبحانه وتعالى بأفعال وأقوال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فهي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. إذن ذكرنا أن الصلاة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، لأنها هي من أجل العبادات، والصلاة لها مزية على جميع العبادات، ومن ثم فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به إلى السماوات العلى، والله عز وجل هو الذي فرضها بنفسه سبحانه وتعالى، وليس هناك واسطة بين رب العالمين سبحانه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي محبوبة لله عز وجل، ولذلك خصها الله جل وعلا بالفرضية في هذه الليلة التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من العبادات. غيرها من العبادات فرضت بواسطة وفرضت في الأرض، لكن الصلاة فرضت في السماوات العلى للدلالة على خصوصيتها وعلى أهميتها وعلى مزيتها. وكانت 50 ثم خففها الله عز وجل فصارت 5، وكل ذلك ثابت في الصحاح وفي غير الصحاح، فهي 50 كما في رواية البخاري، هي 5 وهي 50، هي 5 في الفعل و50 هي في الأجر، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وموسى عليه الصلاة والسلام قيده الله جل وعلا كي ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراجع الله جل وعلا، وهذا النسخ الذي تم هذا من النسخ، والله عز وجل كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وحكمة النسخ عظيمة حتى يظهر فضل الله عز وجل، ويظهر وحتى يظهر رحمته سبحانه وتعالى بعباده، وهذه إحدى حكم النسخ. والنسخ لا يعني البداء، يعني لا يعني بأن الله جل وعلا بدأ له شيء لم يبدو له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالبداء صفة عجز لا تستحيل على مقام الألوهية، فالعاجز لا يكون إلها، والذي لا يعلم لا يكون إلها، فالإله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. إذن ما فائدة أن تفرض 50 ثم تخفف إلى 5؟ إظهار لرحمة الله عز وجل، وإظهار لعناية الله عز وجل، وإظهار لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين سبحانه. وهي مشروعة في جميع الملل لكونها محبوبة لله جل وعلا، فهي مشروعة في جميع الملل. قل الله تعالى جل وعلا: يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. ويقول عن زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. نعم. وموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين أنه رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في قبره.
إذن الصلاة هي يعني مشروعة في جميع الملل، والصلاة صلة بين الله عز وجل وبين ربه، بين العبد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وحديث في الصحيحين: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. إذن هذا كله يدل على مكانة الصلاة في الإسلام، وهي من الفرائض التي فرضها الله عز وجل، ومع كونها أيضا من الفرائض فهي ملاذ عظيم عند اشتداد الكروب، يعني وعند يعني 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 شدة المحن. فالصلاة ملاذ، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلا لأمر الله عز وجل، فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالصلاة ملاذ عظيم، فيها اطمئنان، فيها انشراح للصدر، وفيها سكينة، وفيها أمن وأمان، لا سيما والله في هذه الأوقات التي نحياها الآن. أوقات الآن أوقات عصيبة جدا تمر بها البلاد والعباد، ونحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل، والاستعانة والله بالصبر والصلاة. وهذا أعظم دواء وأنجع دواء في هذه الأيام، بعد الاستعانة بالله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: يوم أحد لكم النصر ما صبرتم. يعني الصبر طريق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصلاة، الصلاة هي يعني من أعظم ما تستعين به الآن، لا سيما ركعتين في هجعة الليل والناس نيام، فتناجي الله عز وجل. ونحن وأنا أهيب بنفسي والله وجميع إخواني أن قيام الليل يعني في مثل هذه الأوقات يعني يكاد يعني يتأكد جدا، لأن يعني لعل أحدنا يعني يقوم في ساعة إجابة في الليل، فادعو الله سبحانه وتعالى. أن الأمور يعني فيها شدة وفيها يعني كرب شديد، إن شاء الله جل وعلا بإذن الله يعني الفرج قريب، وهي لما تشتد هكذا الأمور فترجو لها الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن لا يظن برب العالمين إلا خيرا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا. ولا يرد بأسنا عاد القوم المجرمين. على كل حال يعني أنا أهيب نفسي وجميع إخواني بإذن الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا، وأن يعني يجبر ضعفنا، وأن يرحم ضعفنا، ويجبر كسرنا، وأن يحقن دماءنا ويا دماء المسلمين. والدماء والله العظيم عظيمة عند الله عز يعني عز وجل، ولا يقابلها لا دستور ولا وثيقة ولا مثل هذا الغلب الذي يعني يمر علينا الآن. يعني أهم شيء هو حقن الدماء، أما هذه الوثائق التي تكتب بدماء المسلمين هي وثائق يعني مصيرها إلى يعني مزابل التاريخ. أساسا الوثيقة يراد بها أن يجتمع الناس وأن يتوافقوا بينهم، أما أن تكون مفرقة ويعني ومسببة لدماء بين الناس، هذه يعني وثائق مشبوهة، يعني يبتعد المسلم عنها كل الابتعاد حتى لا يكون يعني مشاركا في هذه الدماء. الله المستعان. على كل حال الصلاة ملاذ وملجأ ومفزع تفزع إليه. ومناسبة كتاب الصلاة لكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي شرط لصحة الصلاة، ومرت علينا الأبواب التي كانت في الطهارة، فناسب هنا أن يذكر كتاب الصلاة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى وابتدأ كتابه بهذا الحديث العظيم الجليل، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة،
وهنا خمس كما ذكرنا وثبت بهذا النصوص، كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، يعني فرضهن الله على العباد، فكتب بمعنى فرض، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم الصيام. نعم. وكذلك يعني في قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مكتوبا، مصدر بمعنى المفعول، مكتوب يعني مفروض، فرض عليكم، موقوتا يعني مؤقتا بأوقات، فلا تصح الصلاة مجردة عن أوقاتها التي شرعها الله عز وجل. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ كان له عند الله عهد، وهذا العهد هو الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه، يعني والعهد بمعنى الميثاق، يعني وثقه الله جل وعلا على نفسه، هو الذي أوجبه على نفسه، لا يوجب عليه أحد من خلقه، وإلا فأمر الله فشأن الله عظيم من أن يوجب عليه أحد من خلقه شيئا، بل هو سبحانه وتعالى هو الذي يعني وعد عباده بذلك. نعم. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث يدل على فرضية الصلاة، وأن الله جل وعلا فرضها على عباده. فلذلك يقول المؤلف: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، وكونها خمس وكونها خمسا لأنها ثبت بذلك في هذا النص في حديث عبادة وفي غيره من أحاديث في الصحيحين. يعني الرافضة لا تصلي خمسا وإنما يصلون ثلاثا. نعم. ورافضة لا حظ لهم في الإسلام، لأنهم يكذبون كلام الله عز وجل ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن خلاف الرافضة في الأمور لا يعتد بخلافهم، فهي فرقة من الفرق التي خرجت عن الإسلام، كما يعني جاء بذلك النصوص عن أئمة الإسلام كالإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام البخاري وغيرهم من أئمة الإسلام. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. على كل مسلم، خرج بالمسلم من؟ الكافر. طب وهل الصلاة ليست واجبة على الكافر؟ الصلاة على الكافر لا يلزم بها حال كفره، لا يلزم بها حال كفره، ولا يلزم قضاؤها بعد الإسلام، لكنه يحاسب عليها في الآخرة. والدليل على أنها لا يلزم بها حال كفره قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن يعني هنا يعني وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهذا يدل على أن يعني على عدم قبول الصلاة وغيرها من الأعمال من الكافر. ومنها كذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما قالت يعني لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام، فهل نفعل ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا يدل على أن هذه الأدلة تدل على عدم قبول الصلاة من الكافر، لكنه محاسب عليها في الآخرة، شأنه شأن الكفر، ويحاسب على الكفر، ويحاسب على جميع فرائض الإسلام. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم من مسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن مع أنها لا تلزمهم في الدنيا، لكن الله عز وجل يحاسبهم عليها في الآخرة. وإذا كان الله عز وجل يحاسب عليه المسلم في الآخرة، فبالأحرى الكافر، لأنه كان مطلوبا منه أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى، فإذا أشرك بالله جل وعلا وترك العبادة فيعذب على كفره، ويعذب على كل فريضة فرضها الله عز وجل عليه، حتى أنه يعذب على النعم، كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه. نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
إذن قوله واجبة على كل مسلم خرج بذلك الكافر، لأنه لا يلزم بها حال كفره لكنه معذب عليها في الآخرة. وهذا يدلك على أن الكافر غير مخاطب بفروع الإسلام في الدنيا لكنه محاسب عليها في الآخرة، يعني شأن الصلاة شأن غير الصلاة، حتى المعاصي يعذب عليها مع العذاب على كفره. وهذا والعياذ بالله، وهذا والعياذ بالله من سوء العذاب ألا يترك الله عز وجل لهم شيئا، صلى الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. قال لك على كل مسلم عاقل بالغ، طب خرج بالعاقل المجنون، وخرج بالعاقل المجنون ومثل المجنون يعني، والمجنون والصبي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن العاقل وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. نعم، وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن. لذلك قال على كل مسلم عاقل بالغ، بالغ خرج بذلك الصبي، وذكرنا أحد حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه الحيث ذكر الأصناف الثلاثة التي رفع عنها القلم، ومعنى رفع القلم عنها أنهم غير مؤاخذين بها لأنها لم تفرض عليهم. قال إلا الحائضة والنفساء، استثني من ذلك الحائضة والنفساء مع كونها مسلمة وبالغة وعاقلة، إلا أن الصلاة غير مفروضة، إلا أن الصلاة غير مفروضة عليها حال حيضها أو حال يعني نفاسها. ودليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم وغيره، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، إذن الحائض والنفساء ليست حال حيضها ونفاسها ليست من مما ليست لا أهلية وجوب للصلاة، لكنها هي لا أهلية يعني وجوب وأداء للصيام، لذلك تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وهذا من تخفيف الله عز وجل عن النساء. قال إلا الحائض والنفساء، وطبعا الحائض التي تحيض بالفعل، وكذلك النفساء المرأة التي في نفاسها. قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. وهذا متصور في ماذا؟ متصور في حديث العهد بالإسلام، رجل أسلم حديثا، فالذي يسلم حديثا هو حديث عهد، فيتصور منه مثل ذلك. فمع أن الصلاة من الفرائض التي هي معلومة من الدين بالضرورة بإجماع أهل العلم، إلا أن وعلى هذا إلا أن من جحدها لجهله أو لكونه حديث إسلام فإنه لا يكفر بذلك، وإنما يعرف بـ 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 يعني بأنها مفروضة. فمتى أصر بعد ذلك على تركها فحكمه حكم غيره. لذلك قال فمن جحد وجوبها لجهله، نعم يعني عرف ذلك. والعذر بالجهل لا خلاف فيه بين أهل العلم في المسائل العملية، العذر بالجهل لا خلاف بين أهل العلم بالعذر به في المسائل العملية، يعني في مسائل الفقه. ومن ذلك حديث معاوية ابن الحكم عندما يعني تكلم في صلاته، وحديثه في الصحيح في صحيح مسلم، فعندما تكلم في صلاته وهو ولم يكن يعلم أنه نهي عن الكلام في الصلاة، فلما صلى نعم أخبره النبي عليه السلام قال لو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من ذلك، ويعني وكان لم يعلم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يعيد الصلاة. فهذا يدل على أن العذر بالجهل في المسائل العملية لا خلاف فيها بين العلم، الخلاف بين العلم في العذر بالجهل في المسائل العقدية في مسائل التوحيد. والراجح هو ثبوت العذر بالجهل لثبوت الأدلة بذلك. ومن الحديث الذي هو مسلم في صحيح في حديث الرجل الذي أوصى عند موته، قال فأوصى بنيه فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني، يعني فلئن قدر علي يعني ليعذبني.
فلما يعني فعل به ذلك فجمعه الله سبحانه وتعالى فقال ما حملك على ذلك؟ قال يا ربي خشيتك، فغفر الله جل وعلا له. فهنا الرجل شك في قدرة، فلئن قدر علي ليعذبني، وهنا هذا شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله جل وعلا من الكفر، أنه شك بأن الله جل وعلا يقدر عليه في هذه الحالة، ومع ذلك عذره الله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث ذات أنواط حيث عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه بيّن لهم بأن هذه الكلمة كفر، لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا حدثاء عهد بجاهلية، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والحديث معروف يعني معلوم في ذلك، فقال قلتم والذي نفسي بيده، وذات أنواط كانت شجرة يعلق عليها المسلم المشركون أسلحتهم تبركا بها، وهذا من الشرك. فقال النبي عليه السلام قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكفرهم بذلك عليه الصلاة والسلام، عذرهم لأنهم حديث عهد بجهله. إذن يعني إذن نستفيد من هذه العبارة بأن العذر بالجهل في المسائل العملية هذه لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما حدث وإنما الخلاف في ماذا؟ في العذر بالجهل في المسائل العقدية، والصواب هو في هذه المسألة هو العذر بالجهل. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وإني وكل من خالطني يعلم ذلك أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى كفر أو فسق أو إلى معصية، يعني إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة وفاسقا طارة وعاصيا طارة أخرى، إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية، وهذا يدل عليه على عذر الناس. نعم، إذن هناك فرق بين الكفر العين وكفر المعين، قد يكون الفعل من أفعال الكفر لكن لا يكفر به صاحبه حتى يعرف لأنه كفر. قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدا عنادا كفر، وهذا مجمع عليه، اتفقنا بأن هذا مجمع عليه إلا إذا كان حديث عهد بكفر، لذلك استثناء أولا، لذلك قال ويعني لذلك وفرق بين الجحد للجهل وبين الجحد عناد. الجحد العناد لكونه معاندا فهذا بالإجماع العلم كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، وكذلك إن من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفيه ولا أشرك. نعم، فإذن هذا مجمع عليه. اختلف العلماء في من ترك الصلاة كسلا وتهاونا، اختلف يعني هنا هذا مجمع عليه. أين الخلاف في هذه المسألة؟ الخلاف في هذه المسألة في من تركها ليس جحدا لها وإنما تركها كسلا وتهاونا، فالجمهور من أهل العلم على عدم كفره استدلالا بهذا الحديث. فمن كان يعني وهذا أعظم عمدة عند من ذهب إلى عدم تكفير تارك الصلاة كسلا وتهاونا، وهذا يقول به جماهير العلماء. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عند الحنابلة في المشهور عندهم في مشهور في مذهب الحنابلة هو قول المرجح عند السلف أن هو كفر تارك الصلاة بلا تفريق بين من تركها كسلا وتهاونا أو من تركها جحدا لها، لعموم الأدلة التي تذهب إلى تكفير ترك الصلاة. وكما في حديث عبد الله ابن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. نعم، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم، وإذن في خصوص الصلاة حصل في خلاف كبير، يعني عامة السلف على تكفير ترك الصلاة، عامة السلف على تكفير تارك الصلاة، لكن الخلاف بعد ذلك في من ترك كسلا وتهاونا، يعني خالف ذلك الجمهور من أهل العلم في ذلك، والمسألة خلافها كبير جدا، والأدلة
القائلة بالتكفير أدلة قوية، شيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليهم الشيخ وغيرهم من مشايخ الجزيرة يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة، وأنه لا يدفن مع المسلمين ويفرق بينه وبين زوجته. نعم، ويعني يعني يرتبون أحكام الردة كلها على ترك الصلاة، وهذا يعني وهذا الخلاف العظيم في مسألة الصلاة يدل على أهمية الصلاة وعلى يعني على يعني تأكيد فرضيتها ووجوبها. أذن ولا ما أذن؟ أذن. نعم تفضل. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا ناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها. ولا يحل تأخيرها، هذه الصيغة صيغة إيه؟ صيغة تحريم، يعني صيغة نفي الحل هي من صيغ التحريم ومن صيغ النهي. ولا يحل تأخيره، ولا يحل تأخيرها عن وقت، يعني هذه يعني تساوي التحريم وتساوي النهي عن وقت وجوبها. لماذا؟ لأن الصلاة فرضت على المؤمنين مؤقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا بأوقات يجب أداؤها في أوقاتها. فمن لم يعني ينتبه، فمن لم يؤدي الصلاة في وقتها فهو مضيع للصلاة. ينطبق عليه قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لذا قال ولا يحل تأخيره عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، إلا لرجل ينوي أن يجمع الصلاة، وإلا في هذه الحياة يعني رجل عنده رخصة من رخص الجمع، سواء كان على سفر أو عنده حاجة شديدة اضطرته إلى الجمع كمطر وبرد أو مرض، في هذه الحالة يعني ليس عليه إثم في أن يعني يجمع بين الصلاة، سواء جمع بينهما جمع تقديم أو جمع، طبعا يكلمون على جمع التأخير. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو طبعا إلا أنه تكلمنا على ذلك، والجمع ثابت. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع وسلم يعني في غير حاجة ولا مطر أراد ألا يحرج أمته، حديث في الصحيح. أو مشتغل بشرطها. إذن هنا المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا مشهور في مذهب الحنابلة، يقول إنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقت وجوبها إلا لأمرين: إلا لناو جمعها، رجل نوى الجمع فهذا لا حرج عليه في ذلك. قال: أو مشتغل بشرطها. أو مشتغل بشرطها بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه مثلا أنه يعني كان يبحث عن ماء، كي يبحث عن ماء، والطهارة والطهارة شرط في صحة الصلاة. فالمؤلف هنا إنه لو اشتغل بشرط الصلاة وكان مثل ومثل الماء مثلا الذي يبحث عنه، يعني مثله انه ثوبه لا يستر عورته، فيبحث عن ثوب حتى لو ادى الى خروج وقت الصلاه. فالمشهور من المذهب انه متى كان مشتغلا بشرط الصلاه فانه ليس عليه حرج حتى لو خرج وقتها، وهذا هو المشهور في مذهب احمد رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور من اهل العلم إلى أنه لا يحل للعبد أن يؤخر الصلاة عن وقتها اشتغالا بشرطها، ليس له ذلك، بل هو يصلي على الحال التي هو فيها، بل هو يصلي على الحال التي هو فيها. واستدلوا بأن الله جل وعلا يعني شرط عند فقد الماء التيمم، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولم يوجب الله سبحانه وتعالى الإنسان يبحث عن الماء، من لم يجد الماء يتيمم. نعم، ولم يبح له تأخيرها عن وقتها. وهذا هو كذلك ظاهر السنة وظاهر عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها اشتغالا بشرطها، ولا ورد هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصار بهذا يشبه الإجماع. نعم، ويعني ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكى هذه المسألة أنها مجمع عليه،
مع ان المسألة فيها خلاف. هو يقصد بذلك ان المسألة تقرب من الاجماع، لان المساله ان الحنابلة المشهور مذهب الحنابلة بانهم يرون تاخير الصلاة اشتغالا بشرطين. طب مثلا من كان اذا كان الرجل محبوسا مثلا عريانا، نسأل الله السلامه لنا ولكم السلامه والعافيه، ماذا يفعل؟ يصلي على 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 حاله حتى لا يخرج منه وقت الصلاه، حتى لا يخرج منه محافظه على وقت الصلاه. وهذا قول الجمهور من اهل العلم، وهذا هو ظاهر القران وظاهر السنه وظاهر عمل الصحابه رضي الله تعالى عنهم، أنه لا يحل له أن يؤخر الصلاة اشتغالا بشرطها، بل هو يصلي على الحال الذي يمكنه، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. وهنا اتفقنا يعني ذكرنا لكم الخلاف في مسألة من تركها. طبعا الكلام هنا في الخلاف ورد في ترك الصلاة تهاونا وليس خليك جلسة أحمد الجلسة. الخلاف هنا في من تركها تهاونا وكسلا وليس في من جحد عنادا. من جحد عنادا فهو بالإجماع كفر. والخلاف في يعني لأنها معلومة من الدين بالضرورة. طيب يقول فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. وهنا سواء قلنا بكفر تارك الصلاة وهذا قول عامة السلف فيما تركها تهاونا، أو قلنا على قول الجمهور من أهل العلم بأنه لا يكفر، فإن الجمهور هنا يرى أيضا يرى أنه أنه يستتاب ثلاثا. ومعنى استتابته ثلاثا أنه يضيق عليه، يعني ثلاث المقصود يعني ثلاث أيام استتيب ثلاثة. هذا المشهور في يعني مذهب أحمد، نعم، بأنه يستتاب ثلاثا ويضيق عليه، فإن تاب يعني صلى، وإذا لم يصلي قتل. أنت متخيل رجل ناسا ضيقوا عليه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يضيق عليه الصلاة إلى الصلاة التالية، يعني يترك الظهر، ترك الظهر وانتظر إلى حتى العصر، يعني أذن العصر وانتظر إلى وقت الصلاة الثانية حتى يتيقن أنه تركها يعني متعمدا لها. من أهل العلم يذهب إلى قتله في هذه الحالة، إلى قتله في هذه الحالة. والمشهور في مذهب أحمد بأنه يستتاب. طب واحد ضيقوا عليه قالوا له إن لم تصلي قتلناك، ثم لا يصلي، فهل ترون هذا الرجل مقرا بها في الباطن؟ ها؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب إلى أن من استتيب فلم يصلي فهو ليس مقرا بها في باطنه، إذ لو كان مقرا بها هو يقولون له إذا لم تصلي قتلناك، ثم هو لا يصلي حتى يقتل، يبقى هو في الحقيقة هو ليس مقرا بها في الباطن. زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى، يقول متى امتنع الرجل عن الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين. شوفوا هنا في هذه المسألة بقى، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفادت الأثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصريحة. يقول متى امتنع الرجل عن الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين. إذا الخلاف هنا على فين بقى؟ الخلاف اللي هو قبل ما يضيق عليه في وفي من تركها كسلا وتهاونا، لكن حتى الذي يتركها كسلا وتهاونا ثم يضيق عليه ثم لا يصليها، فهذا يدل على انه هو جاحد لها وليس مقرا، وهذا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا كافر باتفاق المسلمين، وهذا يطبق عليه كذلك الاحكام تترتب عليه احكام الردة، انه لا يتوارث عن المسلمين ولا يدفن ولا يصلى عليه، يطبق عليه احكام الكفر كما استفادت الاثار عن الصحابه بكفر هذا ودلت على الطبق كما في حديث عبد الله ابن شقيق، اثر عبد الله بن شقيق، وكما دلت عليه النصوص الصحيحه. ولماذا يقتل؟ يقتل لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الكفر على تارك الصلاه كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي هو مسلم في صحيحه وغيره، قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، فمن تركها فقد كفر، والكفر هو سبب لاستباحة الدم. الكفر لأن الكفر من الألفاظ الشرعية التي لها أحكام يعني في الشرع، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يباح دم مسلم لا يباح دم مسلم الا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان، وزنا بعد احصان، وكذلك وقتل نفس بغير حق، وقتل نفس بغير حق. وكذلك انه في هذه حديث متفق على معناه. روايه اخرى للحديث: ولا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث: السيف الزاني، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، والتارك لدينه المفارق للجماعه. فهنا تارك الصلاه مثل هذا النوع انه يترك الصلاه حتى يقتل يدخل فيه التارك لدينه المفارق للجماعه، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وبسبب الجهل، فيعني لأن العلم ليس منتشرا في الناس، فواجب على طلبه العلم وعلى اهل العلم ان يبينوا هذه الاحكام للناس حتى يعلموا أهمية الصلاة وعظم الصلاة ومكانتها. وعند الإمام أحمد كما ذكرت لكم، يعني هو هنا يقول استتيب ثلاثا، نعم، ويعني ثلاث ليس ثلاث أيام وإنما ثلاث يعني صلوات، يعني تصحيح لهذا، لأن هناك تصحيح لما ذكرته إنه 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 يستتاب ثلاثا ثلاث صلوات، لأن هناك روايتين عن الإمام أحمد. الرواية الأولى أنه إذا ترك صلاة واحدة حتى تضيق وقت الثانية فإنه في هذه الحالة يقتل، والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات وليس ثلاثة أيام، يعني تصحيح لهذا. فعلى هذا استتيب ثلاثا، يعني استتيب ثلاث صلوات، لو تركها في هذه الحالة يستتيب، يعني يطلب منه التوبة، السين والتاء للطلب، يطلب منه التوبة في ذلك، يعني ففي هذه الحالة إذا تركها. والرواية الأولى أنها يعني عند الإمام أحمد أنه يقتل، يعني إذا ترك صلاة واحدة حتى تضيق وقته الثانية ثم لم يصلي الأولى فإنه في هذه الحالة يقتل. فالتحديد ثلاث حتى يترك استتيب ثلاثا، يعني ثلاث صلوات. والنائم يقضي الصلاة إذا استيقظ، عند في المشهور من مذهب الحنابلة يقضيها. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كل من كان معذورا بترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يصليها أداء وليس قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على النائم الصلاة إلا حين يستيقظ، نعم، إلا حين يستيقظ، نعم. ولما سئل يعني عن ذلك يقول قال يعني من نام عن صلاة أو تركها فليصليها إذا ذكرها، قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للمغمى عليه فالأئمة الثلاثة وهو الجمهور من أهل العلم خلافا لأبي حنيفة يرون عدم قضاء الصلاة على المغمى عليه إذا طال إغماؤه، نعم. فإذا أغمى عليه يسيرا فإن في هذه الحالة فالأمر يسير، لكن الخلاف يتسع إذا يعني أغمى عليه وطال إغماؤه. فعند الأئمة الثلاثة المغمى عليه ليس عليه قضاء خلافا لأبي حنيفة. طبعا المغمى عليه عند الجمهور لو أغمى عليه صلاتين لا يجب عليه قضاء الصلاتين، خلافا يعني خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أنه إذا أغمى عليه خمس صلوات فإنه يجب عليه قضاؤها لأنه يسهل عليه قضاؤها. وهذا التحديد يعني، لكن الجمهور اللي لا يرون قضاء الصلاة على المغمى عليه سواء صلاتين أو خمسا. لماذا؟ قالوا لأنه معذور، ليس من أهل الوجوب في هذه، يعني لا تجب عليه الصلاة في هذه الحالة. وفرقوا بينه وبين النائم، لأن النائم إذا يعني أوقظ بيستيقظ، لكن المغمى عليه يختلف حاله في ذلك. وتحديد أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحديده ليس عليه دليل، هذا يفتقر إلى الدليل، لأن إذا كان لا شق عليه خمس يبقى لا شق عليه ست ولا شق عليه سبع. فهذا التحديد في خمس صلوات يحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل في ذلك، كما بيّن ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قول أبي حنيفة أنه لو أغمى عليه خمس صلوات فإنه يقضيها، قال: هذا تحكم بلا دليل، هذا تحكم بلا دليل. والصواب هو قول الجمهور أن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلاة سأغمى عليه اثنين أو ثلاثة إلا إذا كان الإغماء يسيرا، ففي هذه الحالة فالأمر فيه
ساعة. نعم. باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة، وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان، باب الأذان بهمزة القطع والإقامة. الأذان العبادة المعروفة همزته همزة قطع، وأما الآذان فهو جمع أذن بألف المد. إذن باب الأذان هذا همزته همزة قطع، والأذان لغة بمعنى الإعلام، ومنه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وقوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسائقون، أي أعلم بهذا الكلام. فالأذان لغة بمعنى الإعلام، واصطلاحا أو شرعا فهو، البعض من أهل العلم يقول هو إعلام بدخول وقت الصلاة، والبعض يعني يعرفه بذلك. والتعريف الصائب في هذه هو التعبد لله سبحانه وتعالى بذكر مخصوص للإعلام بوقت الصلاة. ما الفرق بين التعريفين؟ يعني لو قلنا، لو عرفنا بأن الأذان هو إعلام بوقت الصلاة، ولا يعني هذا صواب، أم الصواب هو التعبد لله سبحانه وتعالى بذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة؟ تفضل. الثاني لأن في ذكر مخصوص، إنما ممكن أعلم بدخول وقت الصلاة بأي. لا، ما هو الأول أيضا بيقول بذكر، ما حدش، ما لا, لا, لا يختلف العلماء، لا يختلف أهل العلم إلا 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 أنه بذكر مخصوص. يعني لا، يعني لو قلت لك إعلام بذكر مخصوص، أيهما أصوب في التعريفين؟ تفضل. معنى إن هو تعبد. بس الاسم أحمد. أحمد وأنت ماهر. طيب، معنى إن هو تعبد يعني يأثم تلوه ويأثم فاعله، إنما لو هو مش تعبد يخرج من قاعدة. يعني كل عبادة يأثم فاعلها؟ طب ما في يعني سنة الفجر بيأثم فاعلها؟ يعني أنت تقول معنى التعبد إنه يأثم فاعله؟ لا، في عبادات وليست لا يأثم فاعلها. طب الشق الآخر مثال فاعلها؟ ليس هذا الإجابة. تفضل أحمد. التعبد العز جل بذكر مخصوص يدخل الأذان في العبادة كونها عبادة. الصواب هو التعريف الثاني، لأن الأذان عبادة، لأن العبادة هي كل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة كل شيء مأموم به، فلو عرفناها بأنها إعلام بدخول وقت الصلاة لكان هذا في نظر، لأنه في الأصل عبادة، يعني أمرنا بها. نعم، وجاء الأمر بها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار الله عز وجل إلى ذلك: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. إذن التعريف الدقيق والصحيح والصائب هو كما ذكره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقول هو التعبد لله سبحانه وتعالى بذكر مخصوص للإعلام بوقت الصلاة. فهذا الأذان، فهذا الأذان لغة واصطلاحا، لغة وشرعا. وأما الإقامة فهي مصدر من أقام الشيء إذا جعله مستقيما. نعم، ومعناها شرعا فهي التعبد لله سبحانه وتعالى للدخول، للإعلام بالدخول في الصلاة، بالدخول في الصلاة. إذن هما متلازمان، لكن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، أما الإقامة فهي إعلام بالدخول في الصلاة. باب، لذلك قال: باب الأذان والإقامة. والأذان
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يعني طبعا هنا يعني الشريعة جاءت بمشروعية يعني يشرع للإعلام بالصلاة. وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء، ذكر العلماء رحمه الله تعالى في 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 حكمة في يعني حكمة الأذان أربعة أشياء، منها أنه شعيرة من شعائر الإسلام، والثاني أنه كلمة التوحيد، والثالث إعلام بدخول وقت الصلاة، والرابع الدعاء إلى الجماعة. أربعة أشياء يذكرها العلماء في حكمة الأذان، أنها أنه من شعائر الإسلام، أنه من شعائر الإسلام. الثاني أنه يعني كلمة التوحيد، والثالث أنه إعلام بدخول وقت الصلاة، والرابع أنه دعاء إلى الجماعة، إلى حضور الصلاة في جماعة. ويأتي إن شاء الله جل وعلا مسألة حكم يعني صلاة الجماعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. هما مشروعان، إذن هنا يعني الأذان والإقامة تشرع فقط لصلوات الفريضة وليست لصلوات النوافل. والذي دل على ذلك هو يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤذن على عهده عليه الصلاة والسلام ويقام الصلاة في الفرائض ولا يفعل هذا في النوافل، لذلك قال: هما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء، والنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وإنما تقيم في نفسها، نعم، ولو صلوا بلا إقامة لا حرج عليهن، نعم. طيب، طبعا لأن الأصل في المرأة هو الستر، يعني لا ترفع المرأة عقيرة صوتها، لأن الأصل فيها الستر. ومعنى المشروعية أنهما فرض كفاية، معنى المشروعية هنا أنهما فرض كفاية، يعني متى قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. وأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في المدينة، يعني طالما هناك أذان في المدينة يبقى سقط الحرج عن الباقي. المشكلة فين؟ مشكلة أن يترك الجميع، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، لكن في الأصل لابد من الإتيان به حتى تحصل الكفاية. نعم. وكونهما وكون الأذان والإقامة فرض كفاية، هذا هو المشهور في مذهب أحمد وغيره، هذا هو المشهور في مذهب أحمد وغيره. وإطلاق بعض العلماء على الأذان والإقامة بأنها سنة لا يعني بهذا أنها سنة، لا يعني بالسنة هي معناها عند المتأخرين، وهي ما أصيب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لا، وإنما يعني سنة أنها شعيرة من شعائر الإسلام. وأما القول بأنها سنة على 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 معنى السنة عند المتأخرين بمعنى المستحب، فهذا قول يعني يناقض الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر به. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر سرية، نعم، إذا أرسل سرية أمرهم، يعني إذا سمعوا الأذان من مكان كفوا عنهم، فإذا لم يسمعوا الأذان قاتلوهم، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام، وإذا كان شعيرة من شعائر الإسلام فلا يطلق عليه بأنه مستحب، معنى يجوز تركه. إذن إطلاق بعض أهل العلم أنه سنة ليراد به ما يذم تاركه، نعم، ويعني شرعا ويعاقب تاركه شرعا. أما من زعم بأنه سنة على معنى متأخرين فقوله فهذا قول خطأ، قول غير صائب لثبوت الأدلة، أدلة الشرع يعني بالأذان. وثبت في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال دماء أهل الدار بتركه. وفي حديث مالك ابن الحويرث عند البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. فهذا أمر، هذا إيه؟ أمر. إذن الأذان والإقامة على قول الصحيح بأنهما فرض كفاية، يعني متى قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. قال: والأذان خمس عشرة كلمة،
الخمس عشرة كلمة هذه عبادة مخصوصة. والأصل في تشريع الأذان حديث عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، ويجب أن تفرق بين عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي روى حديث الأذان، وبين عبد الله ابن زيد ابن عاصم الذي روى حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والأذان خمس عشرة كلمة. كلمة هنا بمعنى الجمل المفيدة، كما قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقبلها قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة. فأطلقت الكلمة هنا، فالكلمة لغة تطلق على الجمل المفيدة. فقول خمس عشرة كلمة هي كلمة هنا هي جمل في الحقيقة، لأن الكلمة تطلق على الجملة المفيدة، الجملة أو الجمل. نعم. فلذلك الله أكبر فهذه كلمة، الله أكبر كلمة أخرى. إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. فيعني فعند كم شيء يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كم؟ أربع. أربع كلمات. طيب: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم كلمة؟ خمس عشرة كلمة. نعم. طيب يقول: لا ترجيع فيه، لا ترجيع فيه. طيب لا ترجيع فيه، الترجيع في الأذان ثابت. ما معنى الترجيع؟ الترجيع هو أن يقرأ الشهادتين بصوت خفيض، يقرأ الشهادتين بصوت خفيض، يعني ويزن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ذلك يقول، ثم ذلك يرفع بعد ذلك صوت. هذا معنى الترجيع. نعم. والترجيع ثابت في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، الذي هو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. ثابت الترجيع في الأذان، ويعني وثابت التثنية في الإقامة، والتثنية في الإقامة بمعنى أن تجعل مثل الأذان بالضبط، يعني وهذه ثابتة فيها من حديث أبي محذورة، رواية أخرى صحيحة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فسن الإقامة، سنها يعني جعلها مثل الأذان بالضبط. الأحاديث الأخرى إن الإقامة فيها يعني بأن يفرد الإقامة. نعم. يعني يفرد الإقامة كما في حديث يعني أذان بلال، ويعني إقامة بلال بأنه كان يشفع الأذان ويوتر ويوتر الإقامة. لذلك قال: والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. نعم. يعني لا ترجيع فيه. والإقامة إحدى عشرة كلمة، الإقامة إحدى عشرة كلمة. طيب ليه؟ لأن ليس فيها لا مش ترجيع، ليس فيها تثنية. الترجيع بيكون في الأذان وليس في الإقامة. الترجيع بأن يردد الشهادتين بصوت خفيض قبل أن قبل أن يرفع بهما صوته. فالأذان في أذان بلال، أذان بلال وإقامة بلال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا غالب الأحاديث أن الأذان يعني خمس عشرة كلمة. نعم. بلا ترجيع، وكذلك الإقامة إحدى عشرة كلمة. كلمة اتفقنا نتكلم معنا الجملة التي أفادت. طيب وفي حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه
رواية صحيحة عند مسلم في صحيحه فيه الترجيع في الأذان وفيه كذلك تسنيد الإقامة. وهذا والقاعدة أن لأن العبادة إذا وردت على كيفيات متنوعة فإن المختار في ذلك والصواب فإنه يؤتى بهذه الكيفية طارة وهذه الكيفية طارة أخرى حتى يكون عاملا بجميع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا حاجة لنا أن نرجح هذا على ذاك لأن كل من الصفتين وردت بأحاديث صحاح. نعم. فعلى هذا القاعدة أن العبادة التي تبد على كيفيات متنوعة يكون الصواب في ذلك هو الاتيان بهذا طارة والاتيان بهذا طارة أخرى. لذلك السنة هنا أن تأتي أحيانا بهذا وتأتي أحيانا بذاك لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بأس أحيانا أن يرجع المؤذن وأن يسني الإقامة عملا بحديث أبي يا محظورة. وكذلك إن يعني يأتي أيضا بما فعل بلال رضي الله عنه كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. ومعنى الأمانة عند المؤذن أن يتسم المؤذن بالاستقامة. معنى الأمانة هنا أن يكون مستقيما في ظاهره يعني ذا عدالة. لماذا؟ لأنه مسؤول عن أمر مهم جدا هو وقت الصلاة. وعند وروى عبد الرزاق وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أنه هو يؤتمن على أوقات الصلوات. لذلك قال ينبغي أن يكون مؤذن أمينا. وهنا ينبغي هنا صيغة إيه؟ صيغة استحباب. والصواب أنه واجب أن يجب أن يكون المؤذن أمينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن يعني مؤتمن. وهذه صيغة خبر يعرض بها الأمر لأن الأمر يتعلق بفريضة عظيمة وهي الصلاة وهو مسؤول عن إعلام الناس بها. فكانت الأمانة يعني مشترطة. والأمانة مشترطة في كل شيء كما قال يعني كما في قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين لا سيما في مثل هذه العبادة العظيمة. ويعني ثواب المؤذن ثواب عظيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون. ولا يسمع المؤذن شيء لا جن ولا إنس ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أبي صعصعة المازني قال له إني أراك تحب الغنم فإذا كنت في بادية نعم فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك من نداء فإنه لا يسمعك أحد فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا يعني شيء إلا شهد له يوم القيامة. حديث في عند البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ولذلك يستحب الإنسان حتى لو كان منفردا أو كان في سفر أو في حضر يستحب له أن يؤذن ويقيم حتى لو كان وحده. يعني هنا كما في حديث ابن أبي صعصعة المازني هو كان يعني في غنمه قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك نعم فارفع صوتك بالنداء. فتدل على استحباب الأذان في حق المصلي منفردا. قال ينبغي أن يكون مؤذن أمينا صيطا ذا صوت الندي. وفي حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه في مشروعية الأذان النبي صلى الله عليه وسلم أول لما أمر بأن يضرب بالناقوس فرأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رأى رؤيا أنه كان رأى رجلا يحمل ناقوسا قال أتبعوني يا عبد الله قال ولما قال حتى نعلم به للصلاة قال ألا أدلك على خير من ذلك ثم تلا عليه يعني إذا قمت للصلاة فأعلمه بالأذان ثم استلبس عنه قليلا ثم أعلمه كذلك بلفظ الإقامة. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فيعني فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك. حديث هذا حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي عند الترمذي وعند أبي داود، وهذا هو أصل فرضية هي من أذان. والشاهد من حديث قال فألقي إلى بلال فإنه أندى منك، فإنه أندى صوتا منك، وهذا يدل على أن المؤذن لابد أن يكون ذا صوت حسن حتى يعني يرغب الناس في الصلاة، عالما بالأوقات، عالما بالأوقات يعني بأمارات بدخول الوقت. نعم، ويأتي إن شاء الله جل وعلا البحث في مسألة أو أوقات الصلاة. قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا، أن يؤذن قائما متطهرا، وهذا الاستحباب لأن هذا كان يعني أذان يعني قم يا بلال فأذن بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، نعم، ولأنه أبلغ في الاستماع، فالاستحباب والاستحباب معناه أنه لو أذن جالسا صح الأذان ولكنه خلاف السنة. قائما متطهرا، وهذا الاستحباب لأنه ثبت عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله على غير طهارة على موضع عال حتى يسمع الناس مستقبل القبلة، لأن المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مجمع عليه بأن المؤذن حين يؤذن يعني الصلاة فإنه يستقبل القبلة، فهذا يعني بالإجماع مستحب، كل هذه أمور مستحبة. فإذا بلغ الهيعلة والحيعلة المقصود حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قال التفت يمينا وشمالا. وفي مسألة الالتفات يمينا وشمالا لما روى أبو جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم وأذن بلال فجعلت أتتبع فوها هنا وهنا، نعم، فيمينا وشمالا يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. طيب فهمنا هذا؟ إذا مسألة التفات يمينا وشمالا لأن هذا من فعل بلال، وهذا الحديث ثابت عنده يعني حديث يعني متفق عليه يعني في الصحيحين وفي غير الصحيحين، حديث أبو جحيفة. فبلال كان يلتفت في أذانه، لذلك استحب يمينا وشمالا. طيب هل الآن مسألة الالتفات يمينا وشمالا يعني هل مقصودة في الأذان إنها تأتي بها، ولا أن كان في بلال رضي الله عنه يفعل ذلك حتى يعلم أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة، لأنه لم يكن في ذلك التوقيت يعني مكبرات للصوت في مسألة الالتفات. فالذي يرى بأنها أن هذا هكذا صفة الأذان فيقول هذه حتى تستعمل الآن حتى مع وجود مكبرات الصوت، والذي يرى أن فعل بلال إنما كان هذا لمصلحة إعلام الناس لا يرى الآن مع وجود هذه المكبرات أن يلتفت يمينا وشمالا، لأن هذا يسبب إضعاف الصوت. لما التفت عند الأذان يمينا وشمالا وهو مؤذن كما التفت الآن فأنتم لا تسمعون، نعم، فإذا المسألة فيها نظر في مسألة عندما يؤذن في مكبر الصوت يلتفت ولا يلتفت. عند الإمام أحمد روى صالح ابن أحمد يعني عن أبي سئل الإمام أحمد هل يدور يا في الأذان، فقال لا، قال لا إلا يعني مسألة الدوران، هو طبعا الالتفات غير الدوران، قال هل يدور يا في الأذان، قال لا إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس، إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس. وهذه الرواية نقلها الحافظ في الفتح، وهذه الرواية تشير إليه، تشير إلى أن الاستدارة أو الالتفات كلاهما إنما يراد به ماذا؟ يراد به إسماع الناس، قال إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس. وهذا إذن على هذه الرواية الآن في مكبرات مع وجود مكبرات الصوت الآن، نعم، فهو إذا التفت يمينا وشمالا، نعم، في هذه حالة فإنه قد يضعف صوته عن الأذان، وبالتالي يرى البعض من أهل العلم أنه في أن الالتفات على هذه الرواية أن الالتفات كان لمصلحة الصلاة، فالقول بمشروعيته عند وجود الاستفادة منها، أما عند عدم الاستفادة منها فيبقى الأمر على يعني على مصلحة الأذان، ومصلحة الأذان أن يكون المؤذن الآن في مكبرات الصوت يعني تاليا للأذان حتى لا يضعف صوته عند تلاوة عند رفع الصوت بالتأذين في مكبرات الصوت.
إذا مسألة التفت يمينا وشمالا المشهور في المذهب إنها مستحبة، إنها من استحبة لفعل بلال رضي الله تعالى عنه. على كل حال المسألة فيها إيه؟ فيها نوع من فيها سعة وفيها نظر، وفيها أيضا نظر لهذه الرواية عن الإمام أحمد حيث لم يرى الالتفات إلا إذا كان هناك مصلحة، فحيث كان هناك مصلحة في أعلام الناس فإنه التفت يمينا وشمالا. قال ولا يزيل قدمي، لأن هذا فعل بلال رضي الله عنه. قال فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه، نعم ويجعل إصبعيه في أذنيه، نعم لأن بلال يعني جعل كذلك يعني عند الترمذي أنه جعل يعني رواية جعل الإصبعين في الأذنين ثابتة عند الترمذي في سننه، وهذه كلها مستحبة. يعني لو أذن ولم يضع إصبعي في أذني صح ولا لا؟ صح الأذان، ويترسل في الأذان يعني يتمهل في الأذان ويحضر الإقامة، ويحضر يعني الإقامة. ومسألة الترسل في الأذان ويترسل حضر الإقامة يعني بمعنى الإسراع، بمعنى الإسراع، لأن الأذان المقصود به إعلام الناس الخارج، وأما الإقامة المقصود هو فقط الإعلام بوقت الصلاة. هناك حديث طبعا في ثابت بس فيه ضعف، ليس ثابتا يا بلال أذن إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحضر، لكن حديث ضعيف من رواية أبي داود. فيبقى الأمر على ما هو من مصلحة الصلاة. ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، والصواب أن هذه الجملة تكون في الأذان الثاني وليس في أذان بلال، لأن أذان بلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فأذان بلال كان فالصواب أن هذه الجملة على الصواب أنها تكون بعد دخول الفجر، بعد دخول الفجر، لأن أذان بلال فقط لتهيئة الناس إلى صلاة الفجر، ولا يشرع أذانان لصلاة إلا لصلاة الفجر. ويقول في أذان الصبح اللي هو الأذان الثاني. وثبت يعني حديث بلال عند ابن ماجه بأن هذا كان في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول، ولكن هو من مراسيل سعيد بن المسيب عن بلال. طيب قال ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها. أنا دي واحدة وجهة إن شاء الله بإذن الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لحديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يثبت ذلك عند مسلم في صحيحه، لقول رسول الله إلا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، طبعا إلا الحيعلتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.